اسمع اجراءات قضائيه نتابعك ونتابع الكلينيك. اش قال لي باش وجهني وباش جاوبني؟ قال لي سير اللي بجدك سير ديرو سير طلع حتى الرباط. الاسم ديالي قرمودي خالد سائق سيارة الأجرة اكس بونكي جو سي روتريتي زايد 31/12/54 دابا تقريبا داخل 68 عام. اللي وقع هو الدرية بنتي وانا جبنا السيدة الله يرحمها داخلة على رجليها بقى تقريبا 4 ايام وغندير الفرح للدرية بنتي مرحومة تتجري مع الدرية بنتي تقاد الدار تقاد هادي باش غادي نزوجها مع راجلها. المهم لو 27/12/21 الدرية قلبت عندنا لي زاباري في الدار قلبت تاتونسوكي تنوضي نوضي تسال الكلينيك. مشينا الكلينيك السيدة اللي شداتها ما عرفتها واش طبيبة ولا فرملية ولا ستاجير ما عرفتهاش مبرا دقات ليها الباكسان. شوية السيدة تغيبات وضربات معاهم باش ما دوكش ديك البرا. المهم قالوا دابا السيدة راه مغيبة حتى الغدا إن شاء الله وجيو راه تكون الحالة ديالها مستقرة. ملي جينا الغد الصباح لقينا السيدة دايرة لها التنفس الاصطناعي ومدخلينا البلوك دو كريم هذاك البلوك تسمى ديال لامور تيقتلوا عباده تيحطوهم تما. هذاك البلوك فيه ديجا الناس ناعسين بلي زاباري ديالهم كلشي مجموعين شي ثلاثة ولا أربعة. المهم السيدة داروا ليهم كتفوا لها يديها. السيمانة الأولى ديما باركين على لي فاكسان تيقلبوها سو ديزون كونترول يشوفوا واش عندها واش ديابيت ولا واش حاجة تيدقوا لها شي باريات. جمعوا عندنا 58000 58000 درهم. قالوا للدرية ما غاديش نكملوا حنا لي تريتمون غاتعمري لنا شيك والشيك ممنوع. الدريه مسكينه بحال هكا خاصها عم مرحومه تنوض تخرج دكات تقول لها هذيك البرا ديال 58000 عمرات الشيك عطاتو لهم. السيمانه الثانيه حلوا ليها قرجوطه بالاذن ديال الدري باش تنفس. السيمانه الثالثه حلوا ليها تحت الريه قال حق عندها الماء. هذه وحده من الانعاش جابوها تتعمل ريانيماسيون ما عندها لا تيليفون لا والو. هما اللي عمروا ليها الكونت روندي تقرير طبي هما اللي داروا ليها كوم كوا انت غاتسيني وغاتصيفط هاد الكونت روندي. هاد الكونت روندي مشيت انا باش تكتب ليا اون فرونسي اليزيبل ديك الكتابه اللي كتبات ما بيناش انا باش حيت المحكمه غاتطلبها بالتعريف باش تشوفوا داك التقرير داك حقك كانت فيها كورونا ماتت بكورونا وحده خدمات فيها 3 جور ولا 4 جور ما تعرف اش كان فيها. شدوا لي الشيك 58000 مشيت جبت لهم بريزون شارج ديال بليس كو 58000 خرجت لهم 58000 قال لك سي با سيفيزون قال لك ما قداهمش محتاجين كثر. مشيت لبس الدراري خرجوا لي 72000 عرفتي نوريها لك هي 72000 72000 درهم بريزون شارج والشيك في 58000 يا صافي برسك 130000 اللي باغين باغيين تخلصوا اون دو فوا ويتخلصوا بريزون شارج ويتخلصوا في الشيك. المهم الشيك بقى عندهم انا ما دويش 40 جور حتى درنا الصداقه ال40 مشيت باش ريكيبيري الشيك. انا صافي مرحومه ما جات دفعنا لهم بريزون شارج الاولى ما خدوهاش دفعنا الثانيه حتى هي ما خدوهاش. مشيت دايره تحت مني هنا حالكو حاطة بقيت نتسنى قلت للسيدة قلت الله يخليك بغيت دكتور قالت لي راه رينيو قلت الله يخليك جيت بوري مينيت قول لي راه فلان بغا جا باش ياخد الشيك. مشات عندو قال لي دوما اديزوغ غدا مع العشرة. جيت انا الغد مع العشرة بقيت مريح في لاصال داتونت كوم لي كليون لي تاع غادي يديرو لي كونسلطاسيون تنتسنى تنتسنى العشرة العشرة ونص 11 11 ونص 12 لورو 12 خصمان كلشاك تفرقعت يا اختي العشرة ماشي هي 12 راه عندي ما يدار غنخلي شغلي وجاي باش ناخذ الشيك ونمشي بحال هكا. دابا عاد قولي لي فين اش من بيرو مسؤولين تنطلب هاد الناس ديال المصحات يديروا خدمتهم
وما يبقاش ياخذوا فلوس عباد الله وعلى الاخر يموتوا. هاد الناس اللي ماتوا كلهم ابرياء، كلهم شهداء تسموا. نتمنى والله سواء وزير الصحه ولا وزاره العدل ولا راي العام باش يعرف هاد الاخطاء اللي تيديروا هاد الناس، وعلى الاخر تيقول لك حنا اللي علينا راه حنا درناه واللي في جهدك سير ديرو. هذا هو الجواب ديال هاد الناس.